اليوم مستخدمو وأطور شركة متراغاز هاد المستخدمو الأطور اللي هما عبارة عن أطور وعبارة عن مهندسين وكفاءات مغربية كيمشيو للخطوة الثانية من البرنامج النضالي. هو اليوم خطوة الاعتصام أمام مقر الشركة ديال متراغاز. هاد الشركة اللي هي تابعة لشركة إسبانية اللي كانت مكلفة بأنبوب نقل الطاقة والغاز اللي كيمر عبر التراب المغربي واللي كيجي من الجزائر إلى إسبانيا. هاد الشركة اليوم تحت غطاء ومبرر واهي اللي هو مبرر الأزمة الدبلوماسية اللي كاينة بين المغرب والجزائر، واللي على إثر هذه الأزمة اتخذت الجزائر قرار انفرادي بوقف الاتفاقية ونقل الغاز عبر التراب المغربي. هاد الشركة استغلت هاد القرار من أجل كما كنقولوا احنا في اللغة النقابية وضع الساروت تحت الباب، لأن هاد الشركة ديال متراغاز كيربطها بينها وبين الدولة المغربية اتفاقية شغل لمدتها 25 سنة. هاد الاتفاقية الدولية نقل الغاز ديال الشركة اللي تم توقيع ديالها في 1996، يعني المفروض أنها كانت خصها تنتهي في 31 أكتوبر 2021، وبالتالي أي اختفاء ولا خلق مبرر ديال هاد الأزمة هو فقط مبرر من أجل التخلص من التبعات اللي كيفرضها مثل هاد القرار. أطور شركة متراغاز اللي هما كفاءات مغربية حقيقية، علاش كنقولوا كفاءات مغربية ومهندسين مغربيين؟ علاش كنقولوا؟ لأن مدات منذ وصول هاد الشركة لطنجة والمغرب والنقل ديال الطاقة والغاز إلى التراب الإسباني 25 سنة، ما عمر إسبانيا ولا المغرب عرف شي نهار ديال التوقف ولا نهار ديال الأزمة ولا نهار أن الغاز ما داش. علاش؟ ماشي شي حاجة، لأن هاد الأطور كانوا كيخدموا بالليل والنهار 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام باش يوفروا الحاجيات ديال الغاز للمغرب والحاجيات ديال الغاز لإسبانيا. واليوم احنا كنتابعوا هذا المشكل ديال الغاز اللي ولا عالمي، كنشوفوا بأن الجزائر ديك الأنبوب اللي كيولى مباشرة من الجزائر لإسبانيا في ظرف شهر توقف 3 مرات، حنا في ظرف 25 عام ما توقف ولا نهار. ما توقفش ماشي لان الاسبانيين والناس هذا، ما توقفش لان هاد الاطور وهاد المهندسين وهاد العمال كانوا كيضحيوا بوقتهم. احنا مطلبنا واضح، تطبيق القانون المغربي، تطبيق مدونات الشغل. ومني كنقولوا تطبيق القانون وتطبيق مدونات الشغل كنقولوا تعطينا الحقوق اللي كتعطيها لنا مدونات الشغل. مدونات الشغل واضحه ان اي شركه لظرف ما لسبب ما كان طارئا او ازمه او غيرها كتقول بانه خاصها تأدي الواجبات والحقوق ديال العمال. كنقولوا ما يمكنش حوالي 100 ديال الاطر وديال العمال تمشي حقوقهم هكاك، ما يمكنش مئات الاطر والمهندسين والعمال اللي قضاو 20 سنه 15 سنه 10 سنين يمشي حقوقهم هكاك. ان اي تهرب من أداء الحقوق هو ما كيضربش غير العمال، هو كيضرب مصلحات الوطن، هو كيضرب مصلحات المواطنين، هو كيضرب مصلحات الشعب المغربي. كنتمناو ما يدفعوناش للتصعيد، لأن بالتصعيد وما يدفعوناش أننا نتخذ كل الخطوات النضالية اللي كيعطيها لنا الدستور والقانون المغربي. حنا مطلبنا واحد، أن نقولوا للمسؤولين دافعوا عن الدستور المغربي، دافعوا عن القانون المغربي، دافع عن مدونة الشغل المغربي، دافع عن أبناء الوطن الذين ضحوا من أجل الوطن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.